العالمي بجد. لا والله انت اللي منورني انا مبسوط ان انا بشوفك يا ميدو، انا بقالي كتير ما شفتكش. فعلا وحشني، وانت وانت اكتر. فعلا فعلا مشرفني هنا، وكلكم مشرفيني، شكرا. وانا سعيد جدا ان انت يعني موجود معانا، موجود معايا النهارده، وانا دايما متابع كل البرامج يا بتاعتك. سلام يا سلام، انت راجل استاذ ده الناس كلها في الاعلام. ربنا يخليك يا ميدو. وحلو كمان ان احنا بنتقابل في بيتك، في المعادي، في قعده اتمنى انها تكون خفيفه عليك. يعني انت طبعا راجل يعني سوبر ستار واشهر من نار على علم زي ما بيقولوا، انما في شويه تفاصيل انا مهتم بيها. لقب العالمي ده، اللقب ده ما جاش من فراغ. ما شاء الله، يعني المشوار بتاعك مبهر. يعني انت يمكن اللعيب العربي الوحيد اللي لعب في حوالي 4 دوريات من الخمسة الكبار. من الخمسة الكبار البيج فايف اللي موجودين في أوروبا أو في العالم. لعبت في الدوري الإنجليزي في توتنهام، لعبت في أياكس أمستردام في هولندا، لعبت في مارسيليا النادي الفرنسي العريق في الدوري الفرنسي، لعبت في روما، لعبت في سيلتا فيجو في إسبانيا. يعني ده غير طبعا في بلجيكا في الاول شويه، جنت فجنت البلجيكا وسيلتا فيجو، لعبت فيجو ويست هام، وفي ويست هام وميدلزبرا. انما انا عايزك تحكي لي يعني انت ازاي وصلت للمكانه دي، رغم انك انت بدات صغير جدا، كنت يمكن ما كملتش لسه يعني 14 سنه. انا سافرت وانا عندي 16 سنه، وكانت كان يعني قرار السفر كان صعب جدا على ابويا الله يرحمه وعلى امي وعلى اخواتي. من غير ما واحد في شافني، مؤسسه لا لا اسكاك. لا، واحد شافني صدفه. الوكيل يعني ايجنت اسمه روجير هاملوتي، راجل ليه يعني فضل عليا كبير يعني. شافني في ماتش ودي، ماتش مصر وفرنسا للشباب، ولعبت كويس جدا يعني. فبعد الماتش قال لهم ده لازم يسافر. وفعلا يعني انا كنت دايما بحلم ان انا العب بره مع الناس اللي بتلعب بره دي دايما يعني. بس هي الرحله نفسها وانت صغير مش سهله. وطبعا هناك بلجيكا بالذات، بلجيكا شعب بتاع شغل، بتاع شغل، شعب فيري تاف يعني، هزروش يعني. فكان الموضوع النقله بالنسبه لي يعني كانت. وكان زمان بقى، خلي بالك انا لما سافرت ما كانش معايا موبايل ولا اي حاجه في الاول. وكنت ما كانش في انترنت ولا اي حاجه، مش زي دلوقتي يعني. كنت معزول معزول يعني. انا فاكر اول لما سافرت بلجيكا قبل ما اجيب بيت وكده، كنت قاعد في موتيل صغير كده على الموتور واي، كان اسمه برادو، انا ما انساهوش يعني. والراجل صاحب الاوتيل ده كان هو ومراته يعني بيدن بريكفاست يعني. كان راجل اسمه نوربرت. فكنت بنزل كل يوم امشي ساعه الا ربع، البس الكوت والبس بتاع، الدنيا برد ومطر، وانزل. كان زمان بيجيبوا الكارت اللي هو بيتخربش ده، فاكر؟ تخربشه، كان عليه كده فراعنه كده. تخربشه وتحط الرقم في الكابينه وايه، وتقعد تتكلم. واكلم امي بقى، واكلم اصحابي بتاع. كان رخيص يعني، كان ساعتها ما كانش اليورو، كان ساعتها فرانك. فرانك بلجيك. وكنت يعني اقعد اتكلم بقى ساعه وارجع تاني نفس المشوار. فبعد اسبوعين كده الراجل نوربرت ده قال لي يعني انت بتنزل تمشي كل يوم كده، بتروح فين؟ كانش معايا بقى لا درايفنج لايسنس ولا بتاع، بمشي بروح النادي بالمترو. فقال لي انت بتروح فين كل يوم؟ فقلت له انا الكارت ده معايا بقى خربشه وايه، وبتصل يعني باصحابي وكده وبتاع. قال لي طب ما الكارت ده انت ممكن تطلب 9 من الاوضه وتطلب بيه برضه مصر. مساله سهله. قلت له يا ابن اللذين، يعني انت سايبني كل ده انزل امشي وارجع؟ طلع ان انا اقدر ان انا اتكلم من الاوضه عادي. بس بقول لك يعني كانت الظروف مختلفه، وكانت ظروف صعبه جدا، وخد مني وقت ان انا اتاقلم. بس بصراحه يعني صاحب اكبر فضل عليا هو ابويا الله يرحمه، لان ابويا الله يرحمه فضل ورايا وما ترجعش. وجا الوقت من الاوقات خد اجازه من شغله بدون مرتب، وجي قعد معايا، جه قعد معايا عشان لغايه لما قعد يزق فيا، لغايه لما خلاص اطمن ان انا يعني ايه، خلاص اتاقلمت على الشغل وعلى الحياه هناك وعلى المجتمع، وبعد كده رجع. وايه النقطه اللي نقدر نقول عليها اللي هي كانت نقطه انطلاق حقيقيه لاحمد حسام كاسم عالمي في عالم كره القدم العالميه؟ والله بص يعني اول سيزون الحمد لله رحت بلجيكا زي ما بقول لك، كان خلاص كنت بقى تمنيت 17 يعني.
جبت 11 جون في الدوري واخدت احسن لعيب اجنبي في الدوري البلجيكي. ف يعني كنت صغير والحمد لله اشتغلت يعني كويس جدا يعني. ورحت بقى من كابتن جوهر الله يرحمه استدعاني المنتخب مصر وبقيت بقى انا المهاجم المنتخب يعني. طبعا ده خلى ان في الانديه الكبيره كلها في اوروبا نور عندها ابتدى يبقى عينها عليك. في واحد عنده 17 سنه جايب 11 جون في الدوري وخد احسن لعيب اجنبي. فابتدوا بقى ان هم جالي بقى 5-6 عروض يعني. واخترنا اياكس لان اياكس مصنع الابطال. اياكس ده نادي بياخد لعيب صغير يشتغل معاه كويس جدا سنتين ثلاثه ويبيعه وينطلق. ده لغايه دلوقتي نادي اكتر نادي بيصدر لعيبه للانديه الكبيره. فاخترنا اياكس وفرحت اياكس امستردام فنادي عظيم جدا يعني. وكنت ساعتها بقى انا وابراهيموفيتش وماكسويل ورافيل فاندرفارت وناجل ديونج وستيفن بينار واندي فاندرمايند. ده فرقه كبيره جدا. ودروجبا باين لا دروجبا كان مارسيليا. كان في مارسيليا. وبعدين اخذنا بقى الدوري والكاس والسوبر واشتغلت انا كويس جدا. وهي دي يعني ال- 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 الانطلاقه بتاعتي. ولكن للاسف يعني كان دايما اللي بيعطلني شخصيتي الصداميه والعند والدلع في وقت من الاوقات. ما كانش خلي بالك العلم السبورت ساينس متقدم زي دلوقتي. ما كانش في السبورت سايكولوجي والطب النفسي الرياضي. ولو الزمن رجع بيا والايام رجعت بيا هشتغل على مخي على عقلي. لان انا بقول دلوقتي ان المخ زي اي عضله في جسمك لازم تدربه. لازم تشتغل على تقويته وازاي انت تبقى قوي وازاي يبقى عندك هدف وازاي ان انت لما تقع ان انت تقف على رجلك تاني. كان عندي الحاجات دي بس ايه باي نيتشر يعني بالطبيعه. ولكن دخلت في صدمات وخناقات استاذ معتز كبيره يعني. وانت على فكره شخصيتك يا ميدو ما عندكش مشكله انك تعترف بانك انت اخطات. طبعا لا يعني حتى لا. انت دلوقتي بترجع لورا وبتقول انا ما كنتش طبعا يعني. لان انا بشوف ان جزء من الأمانة. أنا شايف إن كل بني آدم فينا موجود في الحياة لسبب. ما ينفعش إن أنت الحياة تعدي كده من غير ما تفيد الناس اللي حواليك وتفيد الدنيا والمجتمع. ده اللي أنا فعلا مؤمن بيه يعني. هل صحيح إن أنت مشيت من النادي من أياكس بالذات لأنك اتخانقت مع كويمان؟ اللي هو المدير الفني والكوتش. لعيب عظيم يعني. وهل صحيح إن كان في عربية فيراري او حاجة زي كده انت جبتها وهو اعترض؟ الهولنديين شعب دي حاجة شخصية. هو ايه اللي يزعله في حاجة زي لا اصل انت لو عشت في هولندا هتفهم. المير بتاع امستردام بيروح المكتب بتاعه بالعجلة. يعني ده عمدة المدينة؟ عمدة المدينة ده مدير البنك بيروح النادي بالعجلة. وعندهمش حتة ايه المنظرة شوف. فانا ما كنتش يعني اعرف يعني انا كنت انا بحب العربيات جدا. فدخلت فيلم الاول كان لسه فيلم بتاع جيمس بوند نازل. فدخلته في السينما ده رحت امستردام دخلته كان لسه نازل. فكان راكب عربيه حاجه اللي بقى بيطلع منها صواريخ وبتاع. كانت عربيه كانت بي ام دبليو زد 8. نزل كده منها واختفت. فروحت رايح داخل طلعت من السينما. تاني يوم دخلت اجنس عربيات لقيت العربيه الزد 8 دي رحت شاريها وماشي بجد. وبعد شهرين رحت جات لي فلوس تاني. دخلت برضو اجنس عربيات لقيت عربيه فراري مودينا 360 حمراء اللي هي الجير المانوال ده. عارف اللي بيبقى فيه خطيره. رحت شاريها ومروح. ومبقاش معايا فلوس. الراجل الايجنت بتاعي انت مجنون انت جايب انت ما معاك في البنك 10,000 يورو وجايب عربيات ب 300,000 يورو. فطبعا مش مشكله يعني الفلوس هتيجي. هو بقى المهم بالنسبه للهولنديين واحد عنده 18 سنه وعمال يجيب في عربيات راكب عربيه فراري بيروح. اللعيبه كلها هناك بقى ايه تروح بعربيه فولفو عربيه متسوبيشي. هم كده طبيعتهم كده يعني. وانا داخل بقى بالعربيه يوم بالعربيه الزد 8 ويوم بالعربيه الفراري والرامب ده بقى بتاع الارينا بتاع مسلم ارينا ده. باخد بقى اروح منزل جايب التاني ده طاير. الله يا خبر كان عندك كام سنه؟ 18.
يا خبر ابيض. فالراجل كومان ده الجنه، انت مجنون، انت ايه اللي انت جايبه ده؟ فدي كانت بدايه صدامه معاه. يعني الصدام بجد يا ميدو بدا بقصه العربيه ولا كان في امور فنيه؟ لا يعني كنت انا بقى يعني ايه عنيد جدا، يعني اقعد احتياطي ماتش واحد ارخم بقى تزعل وازعل اللي هو الدماغ التعبانه بتاعتنا. فيعني كنت صغير بس خلي بالك في مشكله كبيره جدا. ان انا في الوقت ده هم كل زمايلي كانوا لسه مش نجوم في بلدهم، كلهم صغيرين يعني كلهم بيلعبوا بس صغيرين، وانا كنت في مصر بقى ايه يعني مهاجم المنتخب نجم يعني. المنتخب وانا الوحيد اللي بلعب بره وبلعب، والناس يعني الحمد لله كانت بتقعد كلهم يستنوا الماتش في الكافيهات، ماتش اياكس كل الناس قاعده كافيه، والحمد لله يعني الناس كانت فخوره ان في لعيب مصري يعني بيلعب مع الناس دي في الشامبيونز ليج وكده. فطبعا ده يعني ايه كبر لي دماغ يعني اكيد يعني ازاي يعني ان انا نجم مصر ازاي اقعد احتياطي ازاي رغم ان في الكوره عادي ممكن تقعد احتياطي، ممكن مدرب عايز يعمل حاجه عايز ينزلك شوط، لكن انا كنت باخد بقى الموضوع ده بيرسونال جدا ازاي اقعد احتياطي انا. فده دي 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 ده يعني طبعا كلام مش مظبوط، والكلام ده عطلني جدا جدا. وانا بقول لك لولا الدلع اللي انا اتدلعته وانا صغير في مصر وانا بلعب كان ممكن ان انا يعني يعني العب في التوب ليفل وفي احسن مستوى سنين طويله يعني. ما هو ده اللي كنت عايز اسالك عليه، انت بطلت بدري ليه؟ بطلت يعني انت عمرك يا ميدو في الملاعب ما كانش طويل قوي يعني انت لا لعبت قبل ما وصلت 30 صح؟ 30 بطلت 30 بطلت خلاص زعلت على نفسي والله ما بقتش خلاص هلعب يعني. قبل ما بطل حصل لي بقى ظروف وابتديت اتصاب كتير وبتاع فلقيت نفسي في الاخر بلعب في نادي اسمه بانزلي في الشامبيونشيب وباخد اللي هي دوري الدرجه الثانيه يعتبر في انجلترا وباخد 4000 سنين في الاسبوع. فبقى لا قرارات غلط مع شويه اصابات مع زهق فخدت قرار الاعتزال. صحيت الصبح من غير ما اقول لحد حاجه خالص. انا طبعا كنت برتب القرار ده جوه مخي بقى لي فتره يعني. صحيت الصبح ورافكر كويس جدا في بيتي في انجلترا في الشمال. فانا اوضتي فوق ويسرى مراتي كانت بتعمل لي فطار. وعمري ما اتكلمت معاها في الموضوع ده. وصحيت الصبح كتبت على تويتر قررت اعتزال كره القدم. فهي ايه يعني قرت فلقيتها طالعه بتصوت على السلم. انا اعتزلت. لحظة اعتزاله فاكرها كويس جدا. لحظة اعتزاله دي كانت اصعب لحظة عدت عليا في حياتي. يعني الراجل بيقول لي صحي الصبح كتب تويتر شكرا يا جماعة انا اعتزلت وبشكر جمهوري. وانت زهلتي؟ انهارت. مش زهلت انا انهارت والله، لان كان لسه قبلها بيوم مجرد فكرة يعني اللي هو بفكر باغسطه. لا اوعى لسه ولسه بدري ولسه عايزين. لما كتب بقى الخبر وخلاص يعني بقى امر واقع. لا انهارت والله. كانت فترة صعبة وفترة بقى بعد كده بذات كلاعب كورة انت مش عارف بقى كان انت رايح فين. وفترة الكورة دي بالنسبة لي بحبها جدا. الماتشات والتمرين ومعسكر ومسافرين كنت بحبها جدا. حتى ان احنا رحنا كذا بلد بس كان فيها دايما حياة. بس يعني الحمد لله بعد الكورة جه التدريب وجه التحية. يعني كلها كان محطات حلوة يعني على بعض. ده كان قرار احمد حسين قرار يعني خلاص لا مش هلعب درجة تانية ولا انا هختار كارير تاني. وفعلا ابتديت احضر يعني قبل ما اعمل موضوع الاعتزال ده. كلموني قناه ابو ظبري الرياضيه كان ساعتها بينقلوا الدوري الانجليزي. وقالوا لي في ماتش توتنهام ومان يونايتد في الوايت هارت لين ممكن تيجي تحلله. فقلت لهم ماشي مفيش مش اول مره تنضم للاستوديو تحليلي. اول مره انا كنت من يعني معجبينك قوي وكنت بقعد مخصوص لما انت بتطلع لان كنت بحس انك انت بتحلل بقلبك يعني. لانك انت ما انت جزء بقى ما انت راجل كنت بطل من ابطال هجوم توتنهام. انا استاذ معتز ما بعرفش اعمل حاجه نص نص يعملها كويس قوي اما اعملها. فابتديت بقى ان انا اذاكر كوره وابتديت اخد كوتشنج بادجز وابتديت ان انا يعني انا خدت الكوتشنج بادجز بتاعتي من ويلز من كارديف. وابتديت ان انا اتعمق في علم الكوره وبعدين ايه
اخدت الشغلانه على محمل الجد يعني. فلما رحت حتى ايام الجزيره الرياضيه وبعد كده بين سبورتس كانوا اول سنه بقى ياخدوا البريمير ليج. فناصر الخليفي يعني اتكلم معايا يعني, وناصر الخليفي ده راجل محترم جدا يعني, رئيس نادي باريس سان جيرمان وراجل حبيبي يعني, قمه في الجدعنه والاحترام يعني, عرفهم من سنين يعني. فقال لي ميدو تعالى بي ان, وكشفني بحل الفبزوب الرياضيه فلقاني كويس قوي كويس قوي يعني. فكلموني بقى تعالى, ورحت فابتديت اخد الموضوع بقى ايه شغلانه بجد. فابتديت ان انا مثلا ايه الاستوديو مثلا هيبدا الساعه 2, انا بروح القناه من الساعه 10 الصبح واقعد مع الناس بتوع الكنترول روم, الناس بتوع الايديتنج وبتاع, واقعد اجيب لقطات واعمل مش عارف ايه وبتاع. ففي الاول الايه الموظفين بتوع بي ان مش متعودين على كده, مش متعودين, فابتدوا يزهقوا مني, ابتدوا يتهربوا مني. اما ده مجنون ده عم تعالى حل, ما اللي هو يعني ايه ما تقرفناش, حلل وروح, ما تقرفناش يعني. فابتديت يعني ان انا اخد الشغلانه بتاع. بس انا عايز اقول لك ان بجد يعني الناس اللي اشتغلت معاهم هناك تعلمت منهم حاجات كتيره جدا في الشغل, سواء العرب وسواء الاجانب. طبعا التكنيكال ستاف, لا والمحللين, وال في اتنين يعني في بي ان عظماء جدا انت اكيد عارفهم, ريتشارد كيز واندي جراي. ريتشارد كيز ده راجل كان يعني مقدم في البي بي سي يعني, كان بيعمل البريكفاست اون بي بي سي لسنين طويله ودخل في الرياضه, وهما الاثنين عملوا بارتنرشيب, ودلوقتي هما اللي بيقدموا الدوريات الاوروبيه على بي ان انجلش. مظبوط, جامدين جدا يعني. وبيجيبوا كمان ارسن فينجر معاهم, بيجيبوا ارسن فينجر في العربي وفي الانجليزي, ارسن فينجر شخصيات تانية كتير, كله يعني. انا حللت مع ارسن فينجر, وحللت مع كيفن كيجان حاجه. كيفن كيجان ده عظيم جدا يعني, ده اللي هو كان مدرب منتخب انجلترا مش كده, كان مدرب منتخب انجلترا وكان مدرب نيوكاسل, كان نيوكاسل كان لعيب عظيم يعني, كان خد بطوله اوروبا مع هامبورغ, مع هامبورغ كان لعيب جامد قوي يعني. كيفن كيجان ده حاجه جامده جدا يعني. ومن الناس اللي استمتعت معاهم يعني, في ناس كده اشتغلت معاهم بجد استمتعت بالشغل معاهم. ما عشان كده انت عالمي. انا بص انا عامل هنا تاتو كاتب ورك هارد بلاي هارد, ورك هارد ورك هارد بلاي هارد, اشتغل جامد قوي وبسط جامد قوي. هو ده شعارك في الحياه؟ ده شعاري في الحياه. وده اللي انا بعلمه لاولادي, ان انت اشتغل كويس وكافئ نفسك لما تعمل حاجه كويسه, ان انت لازم تتبسط. طيب ميدو كاب بيتعامل ازاي؟ في جميل. البيت كاب جميل يعني. انا السحيره الشريره في البيت ده. لا 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 ما تقوليش كده. لا يعني انا دايما انت الويكد ويتش. لا انا لا انا مش مصدق, بس يعني انت بتقوليها كده يعني محبه. لا يعني قصدي انا, لا هو هو دايما يرجعوا ميدو. على فكره ميدو وافر. هو اللي موافق يعني, هو اللي بيدلع. هو لا طبعا في حاجات بيكون حازم فيها كتير, بس هو دايما اللي بيدلع وبيصعبوا عليه يعني. بيرجع على طول. الا في الحاجات الجامده طبعا. طب باعتبارك راجل زملكاوي حتى النخاع زي ما بيقولوا, لدرجه ان انا اللي عرفته انك انت لما جيت تتجوز مدام يسرى اخترتوا انتوا في العيله ان انت تروحوا تتجوزوا عيله زملكاويه يعني. لا والله بالحظ. بالحظ بالحظ. بس يعني كان صعب جدا ان انا احب واحده اهلاويه. ليه؟ اصل الحب ده زي ما بيقولوا اعمى. ما هو بس يعني لو واحده اهلاويه ما كانتش هتمشي معايا ولا مع العيله. لا لان هو يعني ايه, احنا برضو يشير حب الزمالك. ابوها الله يرحمه كان زملكاوي مجنون يعني. كان راجل جميل جدا يعني, بيروح الماتشات وكان بياخدهم وهم صغيرين بقى. هم يسرى عندها اخت بنت والحمد لله اتجوزوا بقالي 22 سنه يعني. ما شاء الله. ده انت اتجوزت بدري قوي. اتجوزت 19. ما شاء الله. 19 سنه كنت متجوز يعني, انت اتجوزت في سن ابنك. مش كده؟ انت عندك الابن الكبير ما شاء علي الله. علي عنده 19. 19 هيتم 20 دلوقتي. طب اوعى تروح تجوزه. بيلعب في الزمالك. هتجوزه؟ لا انا ما ليش دعوه. هو بقى مش ده. هو حبيب برضه. برضه طالع لابوه. طبعا طبعا الحب ده حاجه جميله. فايه حكايه الحب في سن مبكر وتتجوز دي؟ هل والدك مثلا خالص كان ضد؟ ابويا وامي كانوا بيحاربوا ان انا ما اتجوزش. وكان عندهم حق ساعتها, لان هم خايفين عليا يعني, بيقولوا لي الناس بتتغير, طب خلي بالك, طب اصبر, طب كذا.
فانا يعني رحت قابلت حماه الله يرحمه يوم 14/6 اول مره اقابله في حياتي. وانا عندي 18 سنه 19 سنه. فهو يعني كلم قلت ليسرى انا عايز نمره بتاع ابوك يعني. ليه؟ قلت له مش عايزه. برضه من ضمن الحاجات يعني اللي بتوريك ان ايه، ان ان ميدو قراراته من دماغه. يعني حاجه مهم. ما اعتقدش ان حد دلوقتي ممكن يعمل كده، او حد خالص ممكن يعمل كده. فانا كنت اعرفه بقى لي يعني ايه سنه ونص كده، يعني نتكلم ننزل نقابل بعض كذا. كنت حبيب يعني فوق مستوى خيالك والله. يعني كنت بنزل من مثلا من امستردام انزل اشوفها ساعتين واركب الطياره اللي بعديها وارجع. الله شغل يعني عالي يعني. حسن يوسف ده فين؟ لسه بقول لك ده فيلم سينما. وبس. وبعدين قابلت حماية الله يرحمه يوم 14/6 كلمته في التليفون قبلها بيوم، قلت له حضرتك ممكن اقابلك؟ قال لي ليه يا ابني؟ قلت له عايز اشرب شاي مع حضرتك يعني وكده بتاع. فقال لي حاضر. جه الراجل قابلني، قعدت معاه في كافيه كده وبتاع. فالراجل يعني زملكاوي بيحبني وكل حاجه، بس اول مره قابله في حياتي. فقلت له حضرتك يعني انا عايز اقول لك على حاجه. قال لي ايه؟ قلت له انا يعني بنتك بحبها جدا وعايز اتجوزها. فقال لي الراجل اللي اتخض، قال لي انت مجنون، انت يا ابني انتوا صغيرين بتاع. فقلت له، فقال لي طب بص يعني سيبني، طب يعني اشوف القصه ايه في البيت وبتاع وكده. قلت له ما توجعش دماغك، هي موافقه وامها موافقه والدنيا حلوه. فقال لي طب سيبني بس ايه، انا طيب ارجع ومش عارف. طب المهم رجع لي قال لي طب لا انا شايف ان ده قرار يعني انتوا مستعجلين فيه ولازم تخطبها الاول. قلت له انا لا اؤمن بالخطوبه، الخطوبه دي ما مش موجوده في القانون بتاعي. مش هخطبها، انا هتجوزها. يمين شمال طق طق. عملت فرح يوم 29/6 بعديها باسبوعين وخدتها وسافرت. احكي لي عن التجربه دي يعني. وبعدين انت قاعده في مصر، خدك وسافر بيكي وراح كلم بابا واسبوعين وقام عملنا الفرح. فعلا في 10 ايام كنا عاملين كل حاجه. طب الموضوع ده ازاي تعاملتي معاه؟ والله كنت يعني وقتها طبعا الحب بقى ويلا وهنتجوز وهنسافر. كنا فعلا اكيد هو قال لحضرتك ان احنا قبل ما نتجوز كنا على طول مع بعض على التليفون. على طول ما نقفلش التليفون، بنتكلم مع بعض على طول. فكان بالنسبه لي انا هتجوز ونروح ونسافر ونعيش. يعني انا شايفه ان هي احلى حاجه حصلت لي في حياتي بصراحه. الله. يعني خدنا رحله كبيره طويله من الاول. وكبرنا بيها مع بعض. يعني عمري ما بحس دايما ان احنا كبرنا، دايما نقول احنا لسه صغيرين ولسه في حاجات كتير اكتر ولسه في حاجات ما شفناهاش. بس لما ميدو احترف وانت اوريدي، هو كان محترف وقت ما اتجوز، كان في اياكس، كان في هولندا في اياكس. كانت ايه بقى اكتر يعني عقبات او ايه كانت اكتر حاجه قابلتك يعني؟ لا هو كان اكتر حاجه ان هو لعيب كوره، ان هو مستقبله وشغله كله في حالته النفسيه. فده كان اكتر تقريبا عقبه يعني، اللي هو لا انا عارفه امتى، انا حتى لو انا متضايقه او في حاجه عايزه اقولها لا انا بفرامل. لان الراجل ده ما ينفعش ينزل التمرين بكره مثلا متنرفز او متخانق او متخانق او متعصب او شايل الهم حتى، ما ينفعش. فدي كانت يعني اكبر تشالنج بالنسبه لي، ان هو لازم دايما بينزل تمرينه الصبح طبعا فطران واكل ونفسيته كويسه، وقبل الماتش نفسيته كويسه. فلا بس يعني كانت هي دي اهم حاجه، ان دايما نتفادى الاصابات بقى، ان دايما موضوع الاصابات ده كان بينكد على العيله كلها. الاصابه ما هو دي الاصابه دي تهديد لاي لعيب في الدنيا. دي حقيقه. وجت معايا امستردام بقى وهي ما تعرفش حاجه خالص ولا اي حاجه، مش معقول. والموضوع الحمد لله يعني ربنا وفقني يعني. الحمد لله طلعت احسن القرارات اللي خدتها في حياتي. دي شريكه العمر دي طبعا. انت عارف الزوجه او الزوج رزق. رزق بتاع ربنا. والله يعني هيطلع حظك فيه حلو صح، هيطلع الحمد لله. ان انا يعني مراتي ست عاقله جدا واستحملتني في حاجات كتير، وقفت جنبي في مشواري في حاجات كتير جدا، لان مرينا بمواقف صعبه اكيد. وحياتي ما كانتش سهله، حياتي كانت صعبه جدا، فيها لخبطه كتير وتنقلات وخناقات وضغوط وكذا وحاجات كتير يعني، وقفت جنبي يعني. والبصراحة الجزء مهم جدا من نجاح اي جواز هو اهل الزوجة طبعا، واهل مراتي ناس كويسين جدا، حماتي وحماها الله يرحمه ناس فعلا ناس يعني عندهم مبادئ. و يعني انا حماتي اقول لك على حاجة، مثلا حماتي مثلا تحصل مشكلة كبيرة جدا ما بيني وما بين يسرى، كبيرة جدا يعني، فكلمها طنط انا في كذا
عملت ايه وتعالى عملت كذا. طب قولي طب فيها ايه؟ مالكش دعوه انا احل لك الموضوع. طب وانت بتحسي بايه؟ ده بس ساعات بحس بالقهر يعني ساعات بحس بالقهر. ماما من قبل ما تسمع المشكله يعني هو بس كلمه في التليفون قالوا قول لي عملت لك ايه، بتعرف من تون سنه وتقول في مشكله، قول لي عملت لك ايه وانا اجي ابهدل. مره بقى كلمتها قلت لها يعني يا ست حرام عليكي يعني يعني في مره قلت لها طب في مره حتى اسمعيكي لا 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 هو دايما صح وانت الغلط انا عارفاكي. قول عارفاني منين انا؟ بتقولي ايوه هو كده. الله كده ده انا بنتك برضه. مره قلت لها كده والله قلت لها طب انا بنتك على فكره. يعني يعني اديني شويه. اه واتجوزته من السن الصغيره دي والحمد لله هذا الزواج اسمر عن ثلاث ولاد. علي وحسين وهاشم. طب انت كأب يا ريتو بتتعامل ازاي مع ولادك بقى؟ صديق ولا مواعيد الخروج؟ اصل في كذا ستايل. ما انت احنا كلنا كنا لينا ابهات وكلنا عدينا بتجارب مختلفه. ميدو بيعمل ايه مع اولاده؟ يعني بحاول ان انا اكون صاحبهم بس مش صاحبهم قوي يعني. يعني انا بقول ان الاب لازم يبقى اب. عندي قوانين معينه لازم اولادي يحترموها وعندي رسائل معينه لازم يفهموها. ما تاخدوش البني ادم بني ادمين بالمظاهر. خدوهم بال 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 بشغلهم وبانتاجهم وهم بيعملوا ايه. ولازم تبقى بني ادم ليك قيمه في المجتمع، لازم تكون بتفيد الناس اللي حواليك وتكون بتفيد نفسك وتكون بتشتغل صح ومركز في شغلك. اعمل اي حاجه بعد كده ما يهمنيش، بس لازم تبقى مركز في شغلك وبتشتغل وناجح. البني ادم الناجح يا استاذ معتز كل الناس تبقى حواليه طبعا. بني ادم الفاشل اللي هو مش واخد باله من شغله وبتاع كل الناس بتديها ظهره، بتديها ظهره للاسف. هي الدنيا كده، هي الدنيا كده. فلازم دايما تفضل يعني تقاطع، تفضل دايما بتفايت ان انت تبقى واقف على رجلك وتبقى ناجح. كل حاجه هتبقى معاك. وهم في مجال الكوره مش كده يا مين؟ علي وحسين عارف. علي وحسين الاثنين في الزمالك يعني. هاشم مالوش في الكوره قوي والله. يعني انا بحب اتفرج. علي وحسين يعني بيلعبوا في الفريق. علي علي المهاجم فرقه ال20 سنه في الزمالك. حسين في فرقه الصغيرين تحت 15 سنه. انت يا يسرى في البيت هنا معاكي علي علي وحسين وحسين وهاشم وهاشم وميدو وميدو وميدو. وانت قلتي ان ميدو ده اصغرهم. ميدو اصغرهم. يعني هو الزوج بيتحول بيبقى زي ما يكون الابن. دي حقيقه. وانا بحب ادلعهم زياده يعني. انا دايما هم الاربعه على طول مدلعهم، ولما يحبوا يلعبوا على وتر ما يعني انت مدلعتي ما ده طبعا هو كل في كل وده مش عارف عشان يجيبوني تاني فسعر في كل المفاتيح. بس وانت العنصر النسائي الوحيد اللي في البيت. ما فيش بقى. طب تمام. والموضوع ده انت خلاص طبعا تعودتي عليه لانه ما شاء الله اولادكم كبروا. لا تعودت عليه ومبسوطه بيه. ومبسوطه يعني بيه جدا. يعني انا مستمتعه بعلاقتي بيهم يعني. احنا في صحاب ليا علاقه بكل واحد مختلفه عن التاني. بس قولي لي بصراحه هو از ذا بوس؟ ميدو طبعا. مش هفكر حتى. ما فكرتش. لا مش هفكر طبعا. ايوه طبعا بجد طبعا. ميدو بما اننا بنتعرف عليك النهارده انت شخصيه يعني عندها هوايات كتير. فانا ملاحظ ان انت مثلا عندك كلاب كتير قوي. عندك كوكر سبانيل ده. وعندي جريت دين. وجريت دين ده ما شاء الله يعني. وعندك سمك. ايه ده السمك ده؟ بيدي حياه حلوه جدا في البيت. ده سمك كوي اسمه كوي. وفي سمك هنا عنده 40 سنه 35. ايه ده؟ والله طب ده ما اعتزلش. بننضف لهم كل اسبوع ال ده من ضمن هواياتك يعني. بيدي في البيت روح حلوه. طبعا روح حلوه قوي الصبح كده. وبتحب كمان العربيات الانتيك الفينتج. الفينتج دي عربيتك؟ دي عربيتي. فاير بيرد. فاير بيرد بونتياك. 73 موديل 73. بس بسافر بيها، بروح بيها الجونه وبروح بيها الساحل. مفيش مشاكل خالص؟ ما توقفش في السكه؟ لا الحمد لله. انت عامل لها ظابطها. ظابطها. جميله. تمام. دي من هواياتك؟ احب العربيات يعني. اي عربيات تانية ممكن تشتريها وتبيعها؟ لا دي مش للبيع. بصوا كاتب عليها انا
فاير بيرد ومكتوب عليها ميدو اهي شايف. وبعدين انا عامل لها تكييف وازاز كهرباء وعامل لها بقى سيستم جوه حلو. عربيه 73 1973 خبر ابيض. انت بتقولي انت عملت البيت ده من اول وجديد مش كده؟ لا ما عملتوش من اول وجديد، جددته يعني. البيت ده بقاله اكتر من 50 سنه. وانا بقى دخلت جددته. البيت ده قلت لي ان هو له خلفيه تاريخيه، كان بتاع راجل يعني حاجه تبع الملك فاروق. كان البيت ده كان ملك القبطان، القبطان بتاع الملك فاروق. اللي هو كان بيسوق المحروسه. بس عمرك بقى تلاقي في اي كومباوند الطبيعه دي؟ لا ها لا، ما انا دلوقتي في الوقفه دي عرفت انت ليه جيت عشت في وسط المعادي في هذا المنزل العريق. بس انا بحب استاذ معتز الناس، يعني انا احب ابقى قريب من الناس. بروح اقعد على قهوه بلدي هنا اسمها قهوه البهوات. بجد؟ وصاحب القهوه صاحبي جدا عم مجدي مريكا. بروح اقعد كده ساعات بالليل اقعد واشرب كوبايه كده شاي بحليب. طب ولما لا لا الناس على فكره الناس جمال جدا، ما حدش يضايقك؟ حدش يضايقني خالص. طب ما فيش حد اهلاوي انتوا ما اعرفش ايه بتاع ولا؟ على فكره انا الاهلاويه كلهم حبايبي. حبايبك؟ لان الاهلاويه يعني الحمد لله بيحترموا فيا ان انا مخلص للنادي اللي انا اتربيت فيه. وعارفين كويس قوي ان انا كمان بحترمهم. وبحترم النادي الاهلي. بحترمهم وبحترم ان هم ناس بيحافظوا على ناديهم وناس بيشتغلوا كويس. حلوه جدا. فبالعكس يعني الاهلاويه يعني معظم الاهلاويه على فكره لما ناس كتيره جدا انا اهلاوي بس بحبك وبحترمك لان انت حقاني، انت بتقول الحق. انت بتدينا حقنا لما بنبقى يعني. انا خلي بالك ايه، بحب الزمالك قوي قوي قوي. بس انا يعني ايه، الناس اللي تعمل شغل كويس احترمهم طبعا واديهم حقهم، ما عنديش مشكله بصرف النظر هم في نادي ايه يعني. طبعا 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 الاهلي نادي بيشتغل بسيستم صح وبيحافظوا على ناديهم وعندهم ايثكس معينه وعندهم قيم معينه محافظين عليها. واحنا على فكره احنا في الزمالك كنا كده. بس للاسف في النص في حاجات يعني تاهت. احنا دلوقتي دورنا ان احنا نرجع الكلام ده تاني. انت هتدخل المنظومه بتاعت انتخابات نادي الزمالك باي شكل؟ مش يعني دلوقتي يعني. بس انا خلي بالك ترشح نفسك. لا مش دلوقتي، ممكن اللي جايه. اللعيب المصري يعني يقال ان هو ما بيعرفش يندمج في الثقافه الاوروبيه. اللغه بتقف ضده، اللغه عائق، العادات والتقاليد، مساله برضو الانضباط والالتزام اللي هي طبعا. انت لسه من شويه قايل لي ان هي ما فيهاش هزار هناك طبعا. فهو دي مشكله اللعيب. انت يمكن اندمجت لانك رحت وانت صغير قوي. انا دلوقتي يعني كل العيوب اللي انت اللي بتقابل اللعيب المصري والمشاكل دي، انا دلوقتي عامل بقالي دي السنه الثانيه عامل بروجكت اسمه ذا ميكر. ذا ميكر ده احنا كانه فاميلي بيزنس يعني، كلنا شغالين فيه مع بعض يعني. لفيت 16 محافظه واخترت 40 ولد من سن 9 سنين لسن 13 سنه. ولاد موهوبين جدا، بس انا عارف ان الموهبه مش كفايه. موهوبين في الكوره؟ في الكوره. موهبه مسؤوليه يعني. فالحمد لله احنا مدينهم فول سكولرشيب ببلاش، ما بيدفعوش اي حاجه، ومقيمين معانا اقامه دائمه، بيتمرنوا، بيروحوا مدرسه، بيتعلموا، بيتكلموا انجليزي، بنشتغل على الجزء السايكولوجي بتاع عقليتهم، ازاي بقى عندهم هدف، ازاي يكونوا محترفين. كل العيوب اللي انت بتقول عليها دي احنا بنعملها دلوقتي في البروجكت بتاع ذا ميكر ده فعلا. وانا بقول لك يعني الموضوع انا مش عامله بزنس على قد ما عامله والله يعني الحمد لله ان هو لربنا. ان انا بحسن حياه اولاد صغيره. ولاد كلهم يعني من 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 معظمهم من قرى صغيره، وخدمه مجتمع وخدمه كره القدم برضه طبعا. نفسي يعني حلم حياتي ان انا من البروجكت ده ان انا تبعت منهم ناس لاوروبا تطلع يبقى في 15 20 واحد منهم يسافروا. يا سلام. وشغال في الموضوع طبعا محتاج صبر، ولان انت يور انفستنج ان بروسيس، انت بتستثمر في التطور المستقبل. او المستقبل لونج تيرم انفستمنت يعني. انا بالنسبه لي ذا ميكر ده هو سماه ذا ميكر، انا بالنسبه لي الحلم، انا بشوفه الحلم. يعني اما بروح واقعد مع الولاد الصغيرين ونشتغل معاهم، اولا هم اولاد جمال جدا، واما تتكلم مع اي طفل صغير فيهم هو بيتكلم ان هو لعيب كوره
يعني فما بشوف ده بشوف ده يعني طفل صغير مصدق نفسه ومصدق انه هيوصل حاجه حلوه جدا جدا. هو خلاني مصدقه فيه اكتر منه. فلا وانا بروح ببسط معاه بجد يعني جدا. يعني بنقعد بقى عملنا لهم بلان كامله اكوردنج لدراستي في البوزيتيف سايكولوجي. يعني عملنا لهم بلان كامله ان احنا نشتغل معاهم ازاي لما يبقى تحت ضغط يتصرف ازاي ازاي. وده بقى طبعا بيساعدنا اكتر ان هما موجودين مع بعض. فده بيحصل بقى الكونفليكت بين الولاد. غيره عصبيه ده حد. فبنروح على طول في ساعه الموقف على طول نجيب ونفهم ونتكلم ونتكلم مع الكل. فخلقنا من محافظات مختلفه تيم. ما تشوفهم وتدخل المكان تحس على طول ان ده بيت عيله. ان دي حاله كده انسانيه حلوه. هو عيله يعني حلوة. احنا جوه ما بحس ان انا في بيتي وهم في بيتهم. ميدو انا علشان طبعا يعني بحبك جدا ومتابعك من زمان وبحب محمد صلاح. يعني انا مش من النوع اللي بحب اعقد مقارنات. انما هو بما اننا يعني موضوع الاحتراف ده فرض نفسه في الانترفيو الجميله دي معاك يا ميدو. عايزك تعمل لي مقارنه بين تجربتك وتجربه صلاح. ايه الفروقات اللي ما بينكم؟ انا يعني تجربتي كانت في وقت اصعب. يعني كان وقت اصعب. يعني كانت الوقت ما سافرت زي ما قلت لك ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه تواصل، كنت لوحدي. يعني محمد صلاح بكل تأكيد تجربته أفضل على المستوى النجاح المهني. لأن صلاح عمل حاجة أنا فشلت إن أنا أعملها وهي المخ. أنا العضلات. انا كنت واخد كل حاجه الفيراري كل حاجه بالعافيه بالباور. صلاح اشتغل على مخه، اشتغل على عقليته، اشتغل ازاي ان هو يبقى يطور من نفسه كشخص الاول. انا الفيرجن المقاتل الفايتر اوتوماتيكلي هيقابلك مشاكل كتير لان انت طبيعتك ان انت فايتر. صلاح هادي حتى الوقت اللي هو ما كانش بيلعب فيه في تشيلسي اساسي. كانش بيعمل مشاكل، كان هادي بيسمع الكلام. فبنى ريبيتيشن كويسه، بنى سمعه كويسه. انا مع الخناقات والتخبيط يعني بطبيعه شخصيتي ترابل ميكر. بقيت بقى الناس خايفه مني، خايفين ده لعيب جامد قوي. بس فاكيد تجربه صلاح افضل، فيها استمراريه في المستوى الاول لفتره طويله. انا لما وصلت المستوى كويس قوي حصل لي حاله من التشبع. ودي اخطر حاجه ممكن تحصل لاي لعيب كوره او اي رياضي، ان هو يخش في الكومفورت زون. يعني الطموح وقف. خلاص بقيت خلاص انا بلعب، يعني بلعب في الدوري الانجليزي وبلعب كويس. ايه المشكله لما امشي من توتنهام هروح ميدلزبرا نادي حلو؟ ايه المشكله يا فهم؟ انما صلاح اشتغل على نفسه ان هو كل ما يوصل لهدف يحقق تارجت، يحط نفسه تارجت تانية وهدف تاني ويشتغل عليه. كان عارف يجدد دوافعه. انا الحته دي ما عرفتش اعملها بشكل كويس. ولما الكلام كان عن ان هو تلقى عرض خيالي نادي اتحاد جده في الدوري السعودي، انت كان ساعتها موقفك ايه؟ كنت معه ولا ما كنتش عاجبك انه يسيب ليفربول يعني او الدوري الانجليزي؟ والله بص، هو كده كده صلاح هيروح السعوديه. هم حاطينه في دماغه كده 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 هيروح السعوديه كده. يعني لو ربنا يحفظه ان هو ما يتعرضش للاصابات. صلاح كده كده اعتقد ان هو في وقت فيها هيلعب في السعوديه. هو شايف ان يعني ممكن يستنى سنه كمان او يعني قرار. يعني طبعا هو اكيد درس القرار بشكل عام. هو عنده ارقام متهيألي بيشتغل عليها اللي هي طبعاً الارقام القياسيه بتاعته. وربما هو يعني مش عايز يسيب ليفربول الا لما يبقى يعني ايقونه حقيقيه. بس هو اوريدي ايقونه حقيقيه في تاريخ ليفربول حقيقيه. انت تعرف احنا برضو يعني في حاجات احنا كده دلوقتي احنا بنشوفها. بس هي من 15 20 سنه كانت صعبه. يعني يعني كنت خدت عمرك ان انت ما كنت تتخيل ان هيبقى في لعيب مصري في احسن 3 لعيبه في العالم. يعني حاجه انا لو قلت لي من 20 سنه ان في لعيب مصري هيبقى من 3 احسن لعيبه في العالم،
هقول ان انت مجنون يعني. فاللي عمله صلاح حاجه عظيمه جدا جدا، صعب ان هي تتكرر، نتمنى ان هي تتكرر لكن صعب ان هي تتكرر. لكن انا مشواري كان اصعب لان انا اللي خلي بالك الوقت الظروف كانت شويه مختلفه. ما كانش فيه بقى سوشيال ميديا، وكانش فيه يعني خلي بالك برده ان موضوع السوشيال ميديا ده بيخليك ان انت تهتم بنفسك اكتر وان انت تحافظ على نفسك لان الناس كذا. انا كنت بقى، انا فاكر كويس قوي لما كنت بجيب جوان في بلجيكا وهولندا، كمان كنت بقعد استنى الاجوان بتاعتي تنزل على الانترنت تاني يوم. كان في موقع اسمه egyptianplayers.com. كنت بقعد بقى استنى عشان اشوف الاجوان دي بعديها ب 24 ساعه، بعديها بقى تاني يوم. والناس تقعد تستنى بقى تتفرج على الجون بعديها. لا الدنيا اختلفت قوي قوي يعني، كان مختلف. لكن انا شايف ان انا عملت جورني كويس، عملت كارير كويس، لكن اكيد كان ممكن يبقى احسن. لكن انا فخور بال بالتجربه بتاعتي، لان هي كانت تجربه فيها ابس اند داونز كتيره جدا طبعا، وفي اوقات كتيره جدا انا كنت وقعت فيها كان ممكن لو حد غيري ما عرفش يقف على رجله تاني. لكن انا يعني طبيعتي وتربيت ان انا اقاتل. المشكله الوحيده اللي واجهتني زي ما قلت لك هي التشبع. يعني طب ايه الحاجه اللي انت لو رجع بيك الزمن ما تعملهاش تاني؟ هعمل كل حاجه زي ما هي بجد. والله. طيب تمام. لا لا يعني معناها ان انت متصالح جدا مع. لا لا هعمل كل حاجه لو رجع الزمن، هعمل كل حاجه زي ما هي يعني. هتخانق برضه والعب انت كده وانزل مصر. ميدو مين؟ بص السؤال صعب بقى لان انا نفسي مش عارف يعني، بس اكيد انت ليك راي برضه في الموضوع ده. مين اعظم لاعب في تاريخ الكوره في مصر؟ اعظم اكيد من وجهه نظرك يعني، اعظم لعيب كاتشيفمنتس يعني، ولا ايه، ولا كمستوى فني؟ يعني تقدر تقول بشكل عام يعني. لا هو اعظم لعيب في تاريخ مصر هو محمد صلاح. في تاريخ مصر، في تاريخ مصر وصل لمستوى لعب وكل ده بالنسبه لي يعني ما فيهاش يعني نقاش. انما على المستوى الفني مصر جابت لعيبه احسن من محمد صلاح كان على مستوى الفني. كان زمن بقى مختلف وبتاع، لكن انا اعتقد يعني ان احرف لعيب جه في مصر واحسن لعيب جه في تاريخ مصر هو حسن شحاته. والله ده رايي يعني من اللي انا شفته يعني. طب ازاي ده طلعك يا راجل في الماتش وبقت في الافلام عارف الموقف ده؟ انت بس علاقتي كويسه جدا، اتحسنت قوي. هو كان ضيف البرنامج على فكره انا شفته. كابتن حسن يعني اسطوره طبعا، وخلي بالك انا كنت صغير. وكنت انا خلي بالك انا كنت مشكلجي يعني طبعا، يعني الانجليزي يقول لك ايه، بتخنق في اوضه فاضيه. ميدو انت بكل صراحه المستقبل شايفه ازاي على المستوى الشخصي وعلى مستوى الكوره في مصر؟ ايه اللي جاي وانت طموحاتك ايه اللي جاي؟ يعني بصراحه مش متفائل. بالنسبه للكوره في مصر مش متفائل، مش شايف خطوات ناحيه الطريق الصح. احنا متعطلين جدا. والاصلاح مش هيتم بالحاصل ده. لا لازم لا يبقى لا فيه نقله تانية. لا لا لازم يبقى فيه مشروع، لازم يبقى عندنا مشروع لكرة القدم في مصر. احنا ما عندناش البروجكت ده، ما عندناش المشروع ده. امنيه حياتي بس هي خطر يعني، ان انا اعيش في البحر واعيش لوحدي واعيش كده مريح دماغي يعني. بس قريت يعني لسه قاري كتاب حلو جدا لازم تقراه، ما اعرفش قريته ولا لا، اسمه ايكا جاي. لا ما قريتوش. ايكيجاي ده يعني بالياباني يعني the secret of long and happy Japanese life. فسر الحياه الطويله والسعيده لليابانيين يعني. قال لك ان الناس اللي بتفضل تشتغل وتنزل تعافر وكذا دول بيعيشوا اطول واسعد وحياه صحيه اكتر من الناس اللي بيطلعوا على المعاش وبيعيشوا حياه ايه، هاديه. يعني رتيبه شويه. يعني تخيل ربنا خلق البني ادم ان هو لازم يشتغل، يبقى بيشتغل ويبقى دايما عنده تحديات ويشتغل وينزل وكذا. فالقعده في البيت دي بالتعب. يعني انا ما كنتش اعرف كده برضه. يا ميدو لفت نظري قوي قوي انك انت بتلبس لبس كده في البرامج بتاعتك، يعني ولا هو مثلا مصري ولا هو عربي، يعني مدي شويه على افريقي على باكستاني. انت بتجيب، انت عندك ستايلست؟ لا يعني ولا ده شويه يعني انا 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 شايف ان يعني ان 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 ما ينفعش تبقى زي الناس في كل حاجه.
انت بتبحث عن الشيء اللي يقول لك ميدو مجنون. لا والله بحب الستايل او مختلف. اه مختلف يعني. بحب الستايل. بتحب الستايل اللي هو تعال نقول المميز صح؟ اه ولا انت ليك دماغك رايحه لكالتشر معينه؟ والله بص انا بحب الحاجات الفينتج كلها القديمه، بحب اللبس المغربي ده واللبس التونسي والحاجات دي بحبها جدا يعني. بتحبها؟ بحب السبح قوي. اه يعني على طول تلاقي في ده سبح. السبح بحب السبح يعني ليا كده. طب انت ليكي دور في اختيار لبس ميدو؟ في بعض الاحيان كتير. بس بجد؟ بس هو لما بيجي له لبسه مميز قوي. الافكار المجنونه دي عشان اكون صراحه صريحه ودي روح هو اللي بيطلع بيها، يعني في افكار كده مجنونه انا بنفذها. يعني هو يقول لي مثلا فكره نفسي اعمل سات افريقي. خلاص انا بشتغل عليه. اجيب له القماش ونشتغل عليه. بتشتغلوا عليه مع بعض؟ او مثلا ساعات او بيقول لي هو مغرب قوي بالسبح، وهو حتى السبحه حاططها في صدره. يعني الحاجات دي برضو اكيد انت اللي هي الاكسسوارز. لا حاجات كتير. لا هو مظهره هي مميز قوي جدا. جدا. وما كانش يعني الاول قبل ما يطلع هو كمذيع او كاعلامي يعني. هو كان بيلبس عادي يعني، ما كانش بيلبس اللبس ده. هو ميدو وقت ما كان لعيب ما كانش فيه سوشيال ميديا. شفتوش وهو لعيب. ميدو كان برضو لا من وهو صغير عنده سنس اوف ستايل غير اي حد بجد والله. دايما كده جدا على طول. على طول. انا فاكره مره دخلنا محل في هولندا. دونا عن كل الحاجات يعني اشترى بياده كبيره كده، وكانت من احلى الحاجات اللي جابها يعني والله. بالكي كده وجاكيت جلد مقلوب بشكله مش عارف عامل ازاي. لا من وهو صغير يعني عنده ستايل غير، هو بيلبس غير اي حد. هو انسان مميز. دي حقيقة. على كل عايز اقول المستويات دي حقيقة. واللبس ده ميدو انت بتطلع بيه في البرامج. يعني بعدت عن فكرة المذيع التقليدي اللي هو زي حالتي لابس جاكيته ولا كرباء. انت طالع كده راجل ميدو جه يا جماعه. يعني ليك ايمج يعني. في ناس بتبقى مثلا عايزه تشوف ميدو هيلبس ايه النهارده. طبعا هو لعلمك جزء من الشو اللي انت كنت بتتكلم عليه من طبعا شويه. شو اتس شو. طبعا ربنا يوفقكم ويوفق اسرتكم، وان شاء الله تحققوا كل احلامكم اللي جايه. يا رب. وانا سعيد جدا يا اسرى بمعرفتك و بوجودنا معاكم النهارده في بيتكم الجميل. نورتنا والله. وان شاء الله نبقى دايما بنطمن عليكم كده. الف شكر. شكرا حضرتك قوي. ربنا يوفقك يا ميدو. مبسوط جدا ان انا قابلتك النهارده والله العظيم. والله نورتني ومن قلبي بتمنى لك كل نجاح. ربنا يخليك وكل خير ليك ولاسرتك. ربنا يخليك وانا بتمنى لك التوفيق. شكرا. وان شاء الله باذن الله البرنامج ده يفضل مكسر الدنيا زي ما هو مكسر الدنيا. يا رب ان شاء الله. يا رب نورتني. شكرا للعالمي احمد حسام ميدو. شكرا شكرا يا فندم. شكرا نورتني. شكرا.